دلوقتي خلينا نروح عشان نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات وكمان نسالها سؤال الحلقه. دينا صباح الخير عليك. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا دينا. صباح السعاده على كل المصريين. احمد جوزك بيسمع كلامك في ايه؟ لا بصي، هو مش موضوع سماع الكلام، يعني هو موضوع المشوره او ان احنا بناخد كل حاجه ما بيننا وما بين بعض بان احنا بنتشاور فيها، بس في حاجات كتيره جدا انا ابوك الليل ان هو يعني يبقى مختص بيها ياخد القرار فيها. مش خوف مني ان انا قراري ممكن يكون غلط، ولكن اعتماد اكتر على ان انا هو متاكده. هو غالبا خوف منك. لا، ببقى متاكده ان هو هياخد القرار الصح، يعني ببقى واثقه في ده. فهو الثقه في الشخص التاني او في الطرف التاني اللي معاك ان هو هياخد القرار صح، انت بتبقى مطمن. وانت حتى لو ما هو لو كان واثق فيك برايك دي. لا هو بس انا عاجبني حاجه يا شاذلي، ان انت وصلت لمرحله الاستيعاب. خلاص انت بقى مستوعب ومتصالح مع نفسك بالاستيعاب. هيتنفذ اتفضلوا. بس انا ليا وجهه نظر تانية كمان، ان الراجل اللي هو بيكون ليه شخصيه قويه بيحب الست القويه، يعني بيحب زي ما جومانا قالت كده ان هو يعتمد عليها، بيبقى يعني عارف ان في سند وظهر ليه هيبقى موجود دايما لو في اي لحظه كده هو حب ان هو يسال في حاجه معينه او ياخد رايها في حاجه، هو متاكد ان قرارها هيكون صائب وعقلاني وبذكاء كمان. ده بيكون مهم جدا في العلاقه بين الطرفين. لكن في حاجات تانية بتكون بسيطة كده للست لو بتعملها في البيت الراجل ما بيبقاش ممانع، يعني مهم نوصل لمرحلة الاستيعاب والتصالح مع النفس اللي وصل ليها شاذلي علشان الحياة تمشي والمركب تمشي.